السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا زميلتكم ايه نصر، والنهاردة هنتكلم عن توتوريال بعنوان Assessment of Nutritional Status. قبل ما نبدأ في المحاضرة بتاعتنا، خلينا الاول نتذكر زميلنا اللي ربنا توفاهم وندعي لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم والحقنا بهم على خير، اللهم امين. طيب بسم الله. اول حاجة، يعني ايه Nutritional Assessment اصلا؟ كلمة assessment معناها تقييم، وكلمة nutrition يعني تغذية. فاحنا بنعمل ايه في nutritional assessment ده؟ ان احنا بنقيم التغذية. بنقيمها من حيث ايه؟ مش التغذية دي المفروض ان هي تؤدي في الاخر الى الجروث، النمو، بنقول للطفل كل عشان تكبر، صح؟ طيب فاحنا هنا هنعمل ايه في التوتوريال بتاعنا؟ هنجاوب على سؤالين. اول سؤال هو احنا ليه بنعمل nutritional assessment؟ تاني سؤال احنا ليه او ازاي بنعمل nutritional assessment؟ هنتكلم بقى عن الطرق اللي بنعمل بيها، وهنتكلم عن امثلة كل واحدة، ودي هيكون يعني محور حديثنا في المحاضرة كلها. تمام؟ تمام. طيب أول سؤال هنجاوب عليه هو واي، ليه؟ احنا ليه بنعمل nutritional assessment؟ هو مكتوب عندكم في الداتا بالشكل السردي ده، بس احنا هنبسطه يعني بحيث ان احنا نقدر ايه نحفظه بسرعة. طيب واحنا بنعمل nutritional assessment، مش احنا المفروض ان احنا عملنا التقييم ده فهينتج لنا حاجتين، يا اما الشخص هيطلع كويس يا اما الشخص هيطلع مش كويس. تمام؟ يطلع كويس او مش كويس. طيب لو هو كويس ساعتها مش هعمل له حاجه، خلاص هو كويس زي الفل. طيب لو هو مش كويس، عندنا احتمال من الاثنين، يا اما ان هو يكون مالنرشد، التغذيه بتاعته سيئه تماما، او ان هو يكون ات ريسك، التغذيه بتاعته مش احسن حاجه ولكن ممكن الحقه، هو لسه فاضل له تك. تمام؟ طيب انا دلوقتي لما عملت نيوتريشن اسمنت لقطت حاجتين، لقطت الناس الات ريسك والناس المالنرشد. طيب يبقى دي كده اول حاجه، ايدنتيفاي الانديفيدوالز اللي هم مالنرجد او الات ريسك. طيب لما انا عملت كده استنتجت ايه؟ استنتجت انه النيوتريشنال بروجرامز، البرامج الغذائيه اللي كان ماشي عليها الاشخاص ديت هي نون افكتيف، فانا كده قست الافكتيفنس بتاعت النيوتريشنال بروجرامز. تمام؟ يبقى دي كده تاني حاجه. طيب لما وصلت لان انا عرفت ان هو نون افكتيف، فالمفروض رد فعلي ايه؟ ان انا هديفلوب الهيلث كير بروجرامز. ودي كانت تالت اجابه على سؤال واي، ان احنا بنعمل ليه نيوتريشنال اسسمنت. تمام؟ يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات بنعمل نيوتريشنال اسسمنت ليه. اول حاجه عشان ايدنتيفاي الانديفيدوالز اللي هم مال نارجد او الات ريسك، تاني حاجه علشان نقيس الافكتيفنس بتاعت نيوتريشنال بروجرامز، ورد فعل ليها هنديفلوب الهيلث كير بروجرامز. طيب ايه هي الميثودز بتاعت النيوتريشنال اسسمنت؟ بيتقسم الى حاجتين، دايركت واندايركت. خدوا بالكم علشان انتوا ممكن تتلخبطوا، لان الدايركت ليها امثله هنتكلم عنها، والاندايركت كمان ليها امثله برضو هنتكلم عنها. فلما يسالكم الميثودز اوف نيوتريشنال اسسمنت، لازم اول تقسيمه تقولها هو دايركت واندايركت. بعد كده بقى لو قال لك قول امثله، تمام، انما التقسيمه الاساسيه هو دايركت واندايركت. تمام؟ ماشي. طيب دايركت ليه اسمها دايركت؟ عشان بنتعامل مع الاشخاص مباشره، بيتكلم عن شخص، نجيب شخص نقيس وزنه ونقيس طوله، نعمل الحاجات دي كلها، بنتكلم عن كل شخص بذاته. طيب الاندايركت ليه اندايركت؟ عشان هي غير مباشره. غير مباشره يعني ايه؟ يعني احنا بنحكم على المجتمع ككل، لانه الاندايركت بتتعامل مع الكوميونتي هيلث انديسز. تمام؟ طيب الكوميونتي، المجتمع ككل، يعني زي مثلا ان انا لقيت في مجموعه اطفال صغيرين قدامي لبسهم نظيف وشكلهم حلو وكده، فانا استنتجت ان هو ان هما دولت مثلا مستواهم المادي كويس. هل بالضروره ان يكون ده صح؟ لا مش شرط، عادي ممكن يكونوا عادي، مستواهم مش كبير، مش عالي قوي، ولكن برضو ايه بيهتموا بيهم، بيهتموا بنظافتهم، ومثلا اهلهم بيؤثروهم على انفسهم، عادي مفيش مشكله. فهو الاندايركت الحاجه السيئه اللي فيه ان هو بيبقى مش دقيق، ولكن الدايركت احنا بنتعامل مع الانديفيدوالز كل شخص بذاته، فهو بيكون اكثر دقه. طيب ايه امثله الدايركت؟ يعني السكيما بتاعتها هي اي بي سي دي. الاي بتتكلم على الانثروبومتريك ميجرز او الميثودز، انثروبومتريك. تاني حاجه البايوكيميكال او اللابوراتوري ميثودز. تالت حاجه كلينيكال ميثودز، واخر حاجه دايتري ايفالويشن ميثود. طبعا هنتكلم عن كل واحده بالتفصيل، بس يعني ايه بكل بساطه كده، خلينا الاول نتكلم عن يعني ايه انثروبومتريك. كلمه انثروب يعني ايه؟ يعني نسبة الى الهيومن، اللي هي حاجة ليها علاقة بالانسان، ومترك يعني قياسات. تمام؟ طيب تاني حاجة البايوكيميكال، يعني حاجات معملية او طرق معملية من خلال اللاب. تمام؟ تالت حاجة كلينيكال ميثودز، اللي هي ايه؟ بالكلينيكال اكسبيرينس بقى، الدكتور هيشوف المريض فهيقول ان الحاجة ديت بتدل على كذا.
اخر حاجه دايتري ايفالويشن ميثودز، ان انا بقيم من خلال الاكل بتاعه. يعني مثلا حد انا طول ما انا قاعده معاه ما بتشوفوش خالص بياكل، بياكل مثلا سبانخ، ماشي، بياكل بتنجان، حاجات كده. فانا استنتجت ان هو لا، ده عنده نقص في الحديد، تمام. هل دي برضو شرط ان هي بالضروره ان هي تكون حاجه صحيحه؟ لا، برضو مش دايما، بس يعني ايه، هي حاجه من ضمن الحاجات اللي بحكم عليها في النيوتريشن اسسمنت، تمام. تاني حاجه في الاندايركت عندنا، عندنا برضو ايه، 3 امثله. طيب، اول مثال حاجه اسمها ايكولوجيكال فاريابلز. كلمه ايكولوجيكال حاجه نسبه للبيئه، يعني حاجه ليها علاقه بالايه، المتغيرات اللي بتحصل في الطبيعه. زي ايه؟ بيقول لك including the crop production، المحاصيل، انتاج المحاصيل. والله المكان دوت عندهم محاصيل كويسه، مثلا بيزرعوا قمح، بيزرعوا قطن، بيزرعوا مش عارف ايه، حاجات كده. فانا هستنتج ان هو الشعب بتاع البلد ديت يبقى هم اكيد بياكلوا من منتجاتهم. هل بالضروره ان ده يكون صحيح؟ لا، مش بالضروره طبعا. طيب، تاني حاجه الايكونوميك فاكتورز، احكم على الكوميونتي من خلال الاقتصاد بتاعه. هل مثلا بلد معينة مثلا مشهورة ان هي ايه، غنية، هل بالضرورة ان كل الناس اللي فيها يكونوا اغنياء وبيشتغلوا وعندهم الدخل بتاعهم كويس؟ لا طبعا، مش بالضرورة برضو. فبالتالي الحكم من خلال الكوميونتي انديسز دي حاجة مش بتكون دقيقة. امثلة زي ايه، حاجة اسمها بير كابيتا انكم، ده اللي هو دخل الفرد، كل فرد بيقبض كام او دخله كام. والسوشيال هابت اللي هي ايه، العادات المجتمعية. طيب، تالت حاجة، حاجة اسمها vital health indices، اللي هي ايه، المؤشرات اللي هي بتدل على الشخص دوت الصحة بتاعته كويسة ولا لا. زي ايه؟ زي ال infant وال under 5 mortality. خلينا نفسر مصطلحين قبل ما نتكلم عن الحتة دي. في عندنا مصطلح اسمه morbidity، ده كده معناها الأمراض، وحاجة اسمها المورتاليتي اللي هي معناها الوفيات. علشان لو قابلتنا يعني ايه، ما تبقوش مستغربين الكلمة. فمعنى كلمة under five mortality يعني ايه؟ يعني احنا بنشوف معدل الوفيات في الاطفال والبيبيهات والاطفال اللي هم اقل من 5 سنين، تمام. دي حاجة، دي اول كلمة. طيب، الكلمة التانية الفيرتيليتي اندكس، اللي هو ايه، اللي هو الحاجة اللي بتعبر لي عن ايه، معدل الخصوبة، يعني اللي هو الشخص دوت فيرتايل، اللي هو يقدر ينجب ولا لا، تمام. يبقى ال vital health indices خاصة ايه، خاصة ال infant وال under 5 mortality، والحاجة التانية ال fertility index. كده احنا الجزء ال indirect دوت احنا كده خلصناه، مش هنجيب في سيرته تاني خالص. اللي هنتكلم عنه بقى بالتفصيل هو ال direct، هنمسك كل واحدة من دول وهنفصل بالظبط هي عبارة عن ايه وايه الأمثلة بتاعتها، تمام. خلينا نتكلم عن ال indirect تاني علشان مش هنرجع لهم تاني. قلنا ان هي عبارة عن ecological variables، اللي هي عبارة عن متغيرات بيئية، ومن ضمنها ايه، ال crop production اللي هو ايه، انتاج المحاصيل. هل ينفع ان انا احكم على المجتمع من المحاصيل اللي بيزرعها؟ لا، مش شرط. طيب، تاني حاجة الـ economic factors، اللي هي زي ايه، زي الـ per capita income والـ social habit. تالت حاجة الـ vital health indices، تمام. نبدأ بقى في أول حاجة في الـ direct methods. هنتكلم عن حاجة اسمها الـ anthropometric measures، وقلنا ايه، أو methods، وقلنا الـ anthropometric يعني ايه، يعني قياسات بتحصل على جسم الإنسان، تمام. انثروبومتري هي عباره عن ميجرمنتس لايه، للبادي هايت، الطول، الويت، الوزن. تاني حاجه البروبورشنز، اللي هو النسب ما بين اتنين بارامترز. كلمه بارامترز يعني ايه، يعني مقاييس، يعني زي مثلا النسبه ما بين الطول للوزن، هنعرفها في حاجه بعد كده اسمها بي ام او، وهكذا. يعني هندخل مع بعض، هنتكلم بالتفصيل، ما تقلقوش. طيب، يقول لك الانثروبومتريك ميثودز ديت هي عباره عن اسينشال كومبوننت اوف الكلينيكال اكزامينيشن. هي حاجه مهمه علشان نعرف نعمل كلينيكال اكزامينيشن لايه، للانفانت، الاطفال اللي هم لسه الرضع يعني، والتشيلدرن اللي هم الاطفال بس الاكبر شويه، والبريجننت وومن اللي هم ايه، الستات الحوامل. ليه ذكر دول بالذات؟ علشان دول هم يعني هم اللي ممكن ياثروا بشكل كبير على ده، لان الطفل هو لسه جسمه بيتكون، فهو محتاج طبعا، محتاج مواد غذائيه وكده، فاحنا محتاجين ان احنا نعمل له نيوتريشنال اسسمنت، فهو له موضع اهميه. نفس الكلام بالنسبه للتشيلدرن، لانه برضو لسه صغيرين ولسه محتاجين يكبروا وينموا. والبريجننت وومن طبعا، عشان هي زي ما الحموات بتقول بقى، هي مش بتاكل ليها لوحدها، هي بتاكل ليها هي والبيبي، فبرضو مهم علشان هي جسمها ما يتاخدش منه العناصر ويبقى ليه
وما يبقاش ليه تعويض، فاحنا لازم نتابعها باستمرار عشان نعرف النيتريشن بتاعتها كويسه ولا لا. طيب الانثروبومتريك ميثودز ديت بيقول ان هي بتستخدم عشان تيفالويت، تقيم الاثنين الاندر والاوفر نيوتريشن، تقيم اذا كان بياكل اقل من الطبيعي او بياكل اكتر من الطبيعي. تمام. دي بقى امثله على الانثروبومتريك ميجرز، احنا يعني ايه هنفصل فيها اللي هيتفصل او اللي مشروح عندكم، والحاجات التانية ممكن نجيب عليها صوره، ممكن نقول بس معناها وخلاص. بس يعني ايه ككلمه مبدئيه كده، انه في مجموعتين، مجموعه بيتكلم عن الجسم كل طول الجسم كله، وزن الجسم كله، وهكذا. في حاجات بتتكلم تاخد كل حته من الجسم وايه وتتكلم عنها، بيتكلم مثلا ميد ارم سيركمفرنس بنقيس محيط الدراع، سكين فولد سيكنس بنقيس السيكنس بتاع السكين والايه والسبكوتينيس فات اللي تحته، هيد سيركمفرنس محيط الراس وده بيتعمل للاطفال اكتر، الهيد تشيست ريشيو اللي هو احنا بنقيس برضو محيط الهيد ومحيط التشيست من خلال المزوره، وبنجيب نسبه ما بينهم. الويست هيب نفس الكلام برضو بالنسبه للويست وبالنسبه للهيب اللي هي منطقه الفخذ. يعني هنفصل بعد كده كل حاجه، هي دي بس امثله، بعد كده هتحفظوها تحفظوها لوحدكم. يعني اول حاجه هنتكلم عنها هو ده عنوان كبير بيتكلم عن ايه الميجرمنتس للادلت. طيب اول حاجه هي الهايت، بنقيس الهايت ازاي؟ بيقول انه السبجكت اللي هو الشخص اللي المفروض هيقف، المفروض ان هو بيقف على ثواني، الشخص المفروض ان هو بيقف على مكان ثابت زي ده، بيبقى رجليه مش لابس حاجه في رجليه علشان ما تعليش رجله يعني، وبيبقى فيه حاجه كمان حاجه بتتحرك كده فوق، بتتحرك على مقياس او مسطره بتقيس الطول. طيب الكلام بسيط خالص خالص، هو بس مجرد ترجمه حرفيه، بيقول لك ان السبجكت الشخص اللي هو هيقيس بيقف اريكت، بيقف انتباه زي الاناتوميكال بوزيشن كده، بيرفوتد يعني مش لابس حاجه في رجله. تمام. على استديومتر، الاستديومتر دوت اللي هي الحته السوداء اللي تحت ديت اللي هو ايه المكان اللي بيقفوا عليه، ويز اموفابل هيد بيس، حاجه كده بتتحرك، بتتحرك ليه علشان توصل يعني نحطها عند المكان اللي انتهى عنده طول الشخص. تمام. يقول لك ان الهيد بيس ديت بنحطها في الليفل عند السكال فولت، بنحطها على السكال اعلى جمجمه كده علشان ايه تقيس طوله بالظبط. تمام. وساعتها بقى الهايت از ريكوردد، بنسجل ايه طول الشخص. تمام. كلمه ستاندز اريكت دي مهمه ومميزه، وبيرفوتد برضو مهمه. تمام. وكمان ان هو الهيد بيس بتبقى ليفل ده عند السكال فولت. عايزين نفرق بقى بين المصطلحين، احنا اتكلمنا عن الهايت ده بيقيس طول الشخص وهو واقف، عندنا حاجه اسمها بقى اللينث ميجرمنت. لينث يعني ايه؟ لينث يعني طول برضو، بس طول وهو نايم. طيب احنا مين اللي ما بنقدرش ان احنا نقيس له وهو واقف؟ طفل، طفل اقل من سنتين زي ده كده. فاللينس احنا بنقيسه لمين؟ بنقيسه لطفل اللي اقل من سنتين، اول ما بيبدا يقف ويقدر ان هو ان احنا نحطه على حاجه على الجهاز اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه، استوديومتر وايه وموفابل هيد بيس وكده، خلاص ده بقى كده اسمه هايت. تمام. تمام. انا جايباها بس عشان افرق لكم بين الهايت واللينس، انما الهايت هو ده اللي بيتقاس بيه الادلت عشان ما تتلخبطوش. احنا كنا قلنا كنا قلنا عنوان ان هو ايه الميجرمنت فور ادلت، طبعا اللينس مش للادلت خالص، هو باين خالص ان هو طفل رضيع، عمال يروح ويجي ليه. ماشي. طيب تاني حاجه في الادلت ميجرمنت الويت ميجرمنت، ان احنا نقيس الوزن. طبعا احنا عارفين ان احنا بنقيس الوزن بالميزان عادي مفيش مشكله، ولكن المصطلح هنا اللي عايزين نتكلم عنه هو مصطلح الريلاتيف ويت. يعني ايه ريلاتيف ويت؟ ريلاتيف ويت دوت علشان احنا يعني احنا لما نقيس وزن الشخص بس كده، ماشي، معلومه حلوه كتر خيرك، بس علشان تديها قيمه اكتر احنا المفروض محتاجين ان احنا نقارنه بالوزن المثالي. طيب هنعمل ده ازاي او نجيب نسبته في الميه بالنسبه للوزن المثالي؟ هنعمل ده ازاي؟ ان احنا نجيب الوزن الحالي، وزن الشخص اللي هو الفعلي يعني اللي هو البادي ويت بالكيلوجرام، على الديزايربل ويت اللي هو الوزن اللي المفروض يكون عليه اللي هو الوزن المثالي، ديزايربل يعني المرغوب، الوزن اللي هو عايز يوصل له، وبعد كده الاوتبوت الناتج بنضربه في 100، ما تنسوش تضربه في 100. تمام. يبقى الريلاتيف ويت عباره عن ايه؟ الوزن الحالي على الوزن المثالي او الديزايربل ويت
وبعد كده بنضرب الناتج في 100 عشان نجيب النسبة المئوية. عندنا بقى حاجة اسمها الجروث مونيتورنج تشارت. ليه جروث مونيتورنج تشارت دي؟ مش احنا دلوقتي جبنا الطول وجبنا الوزن، طيب ازاي نعرف بقى هو ده الصح ولا لا؟ هو ده، يعني انا مثلا لو قلت ان هو طفل مثلا عنده سنتين وطوله 50 سنتي، هل ده كويس؟ اه كويس عادي. طيب لو طفل مثلا عنده 5 سنين وطوله 50 سنتي، لا طبعا مش كويس، المفروض يكون اطول من كده. فبالتالي احنا لازم نعمل زي تناسب كده ما بين متغيرين، اللي هو ايه الحاجه اللي احنا قسناها اللي هو الطول او الوزن، ونقارنه بايه بالعمر، مش بس مجرد ان هو طوله كذا او وزنه كذا، لا ما هو ده ممكن يكون بالنسبه لاشخاص سنهم معين يكون مناسب، واشخاص سنهم مختلف يكون لا مش مناسب خالص، اكتر او اصغر. تمام. فلذلك بقى في حاجة اسمها جروس مونيتورنج تشارت. تمام، تشارت يعني زي خريطة كده، بنعمل فيها ايه، بنمونيتور الجروس، يعني ايه، بنتابع الجروس، النمو بتاعه بيكتر بيزيد، هتلاقوا كل الخطوط طالعة لفوق كده، ده معناه ان هو كده دي حاجة صحية. طيب لو هو ثابت زي ما هو يبقى هو كده مش بيكبر. طب لو هو نازل مثلا بالنسبة للوزن، ده لا ده هو كده بيخس، ده هو كده ممكن يبقى عنده مشكلة. تمام. فالجروث مونيتورنج تشارت دي اصلا تدرسوها بالتفصيل في الاطفال ان شاء الله في سنه رابعه، ولكن ككلمه بسيطه خالص خالص خالص، احنا عندنا في الجروث مونيتورنج تشارت دلوقتي عندنا هو اسمه برسنتايل تشارت، دي اول حاجه. عندنا حاجه اسمها سنتايلز، في 3 سنتايلز، في اللي هو الخمسين، 50 دوت بلاش نعمل عشان ما اهي دي الخمسين. تمام، ده كده اي خط بيبقى عليه، او اي يعني احنا لما بنيجي نقيس دلوقتي بالنسبه لطفل، هنقيس مثلا وزنه، وزنه طلع على الخط دوت وحطيناه بالنسبه لسنه على التشارت زي الرسم البياني كده. لو طلع على الخط دوت وطول ما احنا بنتابع مثلا بعد شهرين، بعد 4، بعد 10، بعد كذا، تمام، طول ما هو ماشي على الخط دوت فهو تمام وزي الفل، ده حاجه كده مثاليه. طيب لو قل لدرجة ان هو بقى عند الثيرد سنتايل اللي هو ده، معنى كده ان هو لا ده هو كده احنا بس خلينا نتكلم عن الويت بالنسبة للايدج، لو احنا لقينا انه الويت بتاعه لا ده هو ماشي مع الخط ده او اقل، عند الثلاث سنتايل او اقل، يبقى ده كده معناه ان هو اندر ويت، ده هو وزن بتاعه قليل. طيب العكس بقى، لو احنا لقيناه ماشي عند 97 اللي هو اعلى حاجة، ده اللي فوق ده، تمام، لو لقيناه ماشي عند 97 يبقى ده كده معناه ان هو اوفر ويت، ده هو لا ده تخين، ده كده ممكن يعرضه لاي مشاكل. تمام، يبقى احنا عندنا الجروث مونيتورنج تشارت بشكل بسيط خالص خالص خالص، اهم حاجه فيه عندنا 3 سنتايلز، اللي هو السنتايل رقم 50 دوت كده معناه ان طول ما البارامتر ماشي معاه يبقى معنى كده ان هو لا ده هو كده في حاله مثاليه. طيب لو نزل تحت عند الثلاثه او اقل يبقى معنى كده ان هو اندر بيلت، اللي هو بقى سواء اندر ويت او ان هو قصير مثلا او كده لو بنتكلم عن الهايت. على العكس تماما، لو عند 97 او اكتر يبقى ده كده معناه ان هو اوفر ويت او اوفر بيلت، اللي هو بقى حاجه زياده عن الطبيعي. تمام. برضو قلنا ان هو ممكن يبقى فيه مشكله لو هو مثلا شكل الكيرف مش طالع، لو هو نازل او لو هو مستوي، يعني ايه يعني مش بيكبر. تمام، ده بكل بساطة والله فهمتوها تمام، ما استوعبتوش قوي، فاحنا كده كده مش طالبين بيها، اللي موجود بس هو الصورة. طيب عندنا بقى 3 مصطلحات مهمين، خلينا الأول نعلق على الصور. انتوا ملاحظين ايه في الصورة هنا؟ 2 طفلين تقريبا في نفس فصل الدراسة، لأن الاتنين لابسين نفس اليونيفورم ونفس الشنطة ونفس كل حاجة، بس واحد طويل وواحد قصير، فمعنى كده ان هما شخصين ليهم نفس السن بس ايه واحد اقصر من التاني. تمام، المصطلح ده بنسميه stunting. يعني ايه stunting؟ يعني low height for age، يعني هو له سن معين، السن دوت المفروض يكون له يكون قصاده طول معين، هو بقى سن هو نفس السن بس الطول بتاعه اقصر من الطبيعي. تمام، طيب بيتسبب بايه الستانتنج دوت؟ بيتسبب بانه حصل لونج تيرم انسفيشنت نيوترينت انتيك. يعني ايه؟ يعني قعد لفتره طويله النيوتريشن بتاعته مش كويسه. تمام،
مهمة قوي قوي كلمة لونج تيرم دي، تمام؟ ممكن نتسأل فيها، ممكن تبقى موضع سؤال لوحدها. طيب الحاجة التانية ممكن يبقى سبب ايه؟ بسبب frequent infections، حصل له infections كذا مرة فأثر على النمو بتاعه. طيب تالت معلومة عايز يقولها عن السمبتنج، بيقول ان هي generally occurs before age 2، بتحصل غالبا قبل سن سنتين، تمام؟ وبتأثر، ولما بتأثر التأثير بتاعها بيبقى irreversible، يعني مش بيرجع مرة تانية. طيب يبقى تاني السمبتنج هي عبارة، تعرفها ايه؟ ان هو low height for age، ان هو قصير بالنسبة لسنه. طيب بسبب ايه؟ بسبب 3 حاجات. اول حاجة ان هو ايه، حصل long term nutritional insufficiency. تاني حاجة ممكن يحصل بسبب ايه؟ frequent infection. لا هما سببين بس، تمام. وقالك ان هي بتحصل قبل سن سنتين، وبيبقى اي حاجة irreversible، يعني مش بترجع تاني. طيب الصورة التانية دي انتم ملاحظين منها ايه؟ لاحظين منها انه الشخص حرفيا زي ما بنقول كده جلد على عظم، يعني ما عندوش اي مصل بلق خالص، ده هو بس مجرد احنا شايفين فعلا جلد على عظم، تمام؟ هو ده بالظبط بالظبط المصطلح اللي احنا نتكلم عنه، مصطلح اسمه ويستنج. ويستنج يعني ايه؟ يعني low weight for height، تمام؟ قلنا ويستنج. المصطلح التاني اللي ممكن نقول عليه هو ان هو low weight for height، بالنسبة للطول هو ليه، طول معين، الطول دوت متناسب معاه وزن معين، هو بقى ليه نفس الطول دوت بس الوزن بتاعه اقل من الطبيعي بالنسبه للناس اللي في طوله، تمام؟ تمام. يقول لك ان هو ايه، سترونج بريدكتور اوف مورتاليتي. احنا قلنا مورتاليتي يعني ايه؟ مورتاليتي يعني معدل الوفيات، فهو سترونج بريدكتور، بيتنبأ منبئ قوي بانه ممكن يحصل موت، لان ويستنج ده زي ما قلنا جلد على عظم، ده هو يعني فائت تماما، تمام؟ بالمناسبه كلمه ويستنج ديت اللي هو المقصود بيها ان هو ايه، في ويستنج للمصل بالك، تمام؟ ماشي. فبالتالي هو يعني خلاص هو اصلا ما فيهوش حاجه ان هو يقدر يستحمل، بيبقى طبعا معرض لانفكشنز كتيره جدا، ويعني حالته صعبه جدا، بيبقى منتشر اكتر ما بين الايه، ما بين التشيلدرن اندر 5، يبقى هو سترونج بريدكتور للمورتاليتي ما بين التشيلدرن اللي هم اقل من سن 5 سنين، تمام؟ تمام. طيب تالت مصطلح حاجه اسمها اندر ويت. اندر ويت ده كده بيحدد لنا ايه، بيحدد لنا نسبه الاطفال اللي هم لو ويت فور ايج، بالنسبه لسنهم هم وزنهم قليل. يبقى احنا كان عندنا لو هايت فور ايج اللي هو الستانتنج، وعندنا لو ويت فور ايج اللي هو الاندر ويت، وعندنا بقى ايه الويستنج اللي هو لو ويت فور هايت. هنا بيقارن ما بين حاجتين، الويت والهايت، وهنا الهايت لوحدها، وهنا الايه الاندر ويت، تمام. الحاجات اللي متعلم عليها بالبنفسجي او باي لون تاني، او اللي معمول لها هايلايت او بولد، يبقى دي كده حاجات يعني مهمة، ممكن يبقى موضوع سؤال، ماشي؟ طيب ثالث مصطلح بقى، وده حاجة مهمة جدا، شايفين في اي بي دي، في اي بي مهم جدا 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 جدا، بودي ماس اندكس، تمام؟ وهتنبسطوا لما تعرفوها. يعني البادي ماس اندكس دي بتتحسب ازاي؟ بتتحسب بالفورمولات او القانون دوت، اللي هو ايه، عباره عن الويت بالكيلوجرام على الهايت بالمتر المربع. خدوا بالكم من الملحوظه دي، هنقولها تاني وتالت وعاشر، بس هنقولها دلوقتي برضو، ان احنا علشان ما نتلخبطش، اول حاجه بنمسك الطول بنحوله من سنتيمتر لمتر، هو مش هيجي يقول لك الراجل دوت طوله متر ونص، لا هو هيجي يقول لك ان هو طوله 150 سنتي. طبعا مش بتكلم يعني ايا يكن بقى، سواء بيتكلم عن راجل كبير او عن طفل، فهو كده كده هيجيب الطول بالسنتيمتر، فانت مهم انك تحول اول حاجه من السنتيمتر لمتر. طيب تاني حاجه تربع الطول، يبقى متر تربيع. اول حاجه هنطبق القانون، ان احنا هنكتب الوزن اللي هو بالكيلو على الطول، وما تنساش التربيع. بعد ما نطلع الناتج، المفروض ان احنا ايه، بنقول تعليق عليه كده، هنقوله كمان شويه، ماشي؟ طيب المعلومة التانية، احنا قلنا مش عارفة الداتا بتجري ليه عشان ما تلخبطش، نمشي كل حاجة لوحدها. طيب المعلومة التانية بيقول ايه، بيقول ان في أدلة بتقول انه الهاي بي ام اي، البادي ماس اندكس العالية، بتحدد الاوبيستي ليفل، وده كده بيبقى ايه، وده كده بيبقى اسوشيتد مع تايب 2 دايابيتس. فالشخص اللي هو الكبير، احنا عارفين ان هو معرض ان هو يجيله سكر تايب 2 بالاخص، تمام؟ وان هو عنده هاي ريسك، عنده يعني قابليه اكتر ان هو يجي له يحصل له كارديو فاسكولار موربيديتي اند مورتاليتي. تاني قلنا موربيديتي معناها امراض، يعني يجي له امراض القلب. تاني حاجه مورتاليتي، كارديو فاسكولار مورتاليتي يعني يموت بمرض القلب، تمام؟
ماشي. طيب نقول مثال بقى، مديك اهوت، مديك ان البودي ويت 90 كيلو جرام والهايت 160 ايه سنتي، مش هيجيب لك الوزن الطول بالمتر اطلاقا، طبعا هيجيبه بالسنتي. طيب عشان نحسب البي ام اي، قلنا اول حاجه بنحول الطول من السنتيمتر للمتر، فهو هنا ايه 160 سنتي، هنقسمها على 100 عشان نحولها لمتر. بعد كده هنكتب القانون 90 على الايه اللي هو بقى هيبقى 1.6 عشان 160 على 100. طيب خلاص طلعنا ال 1.6، بس لا ما تنساش التربيع، 1.6 تربيع، ويها بعد كده هنطلع الناتج. ادي الناتج اهو، 90 على 1.6 تربيع يطلع لنا 35.1، ودوت كده ايه ترجمة الناتج اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها. طيب ايه هي بالظبط؟ هنتكلم عنها برضو في السلايد الجاي. متنساش تاني نحول الطول من سنتيمتر لمتر، نقسم الوزن على مربع الطول، وما تنساش التربيع، واخيرا ايه هنكتب ترجمة الناتج اللي هو بقى يا اما اندر ويت، يا اما ان هو نورمال ويت، او ان هو اوبيزيتي، وهنحدد هو جريد 1 ولا 2 ولا 3 زي ما هنشوف في السلايد الجاي. البودي ماس اندكس كلاسيفيكيشن، لازم نعرف برضو ان هو WHO كلاسيفيكيشن، علشان برضو ممكن يسأل فيها عادي جدا، لان هي مهمه، اي حاجه ليها علاقه بالبودي ماس اندكس مهمه يا جماعه. تمام ماشي. احنا بنحدد بقى، او بنعمل انتربريتيشن للناتج دوت ازاي، بنعرف ازاي هو يعني، هنقول له هو اندر ويت او اوفر ويت او كده ازاي، لازم يبقى عندنا مقياس. طيب المقياس بتاعنا ايه؟ شويه ارقام كده هنحفظها وهتبقى سهله ما تلاقوش. بصوا يعني ايه، خليكم معايا كده. طيب شايفين التمانية دي، شايفين متحزمه من الوسط ازاي، يعني مستوى رفيع خالص خالص خالص، فمعنى كده ان هو ايه الرقم اللي فيه 8 هو كده شخص اندر ويت، حاجه كده يعني ايه رفيع جدا. تمام، فاحنا هنعرف ان البودي ماس اندكس اللي اقل من 18.5 ده كده اندر ويت، ده هو ده وسطه مفيش خالص. تمام. طيب احنا لما بنقعد وبنربع، ده اكتر حاجه بتشغل حيز من الفراغ، فبيبان اننا فيري اوبيز، فهنعرف ايه، نعرف ان البودي ماس اندكس اللي اكتر من 40 يبقى ده كده ايه الشخص فيري اوبيز. تمام، فيري اوبيز، احنا بنحاول ان احنا نسهل الارقام عشان نعرف نحفظها عشان ما نتلخبطش فيها. تمام. طيب طيب امتى بقى نقول ان هو لا ده هو مش فيري اوبيز ولا هو اندر ويت، لا هو بس هو بدأ ان هو يبقى اوبيز، هو ده هو كده ايه اوفر ويت. امتى؟ لما نكون برضو ايه حاجة قريبة من الاربعة، بس مش اربعة لا ربع. ربع يعني ايه؟ 25%، احنا نعرف عارفين ان ده كده عبارة عن ربع. تمام. فاحنا ايه لما نلاقي ان البودي ماس اندكس بدايتها 25، اللي هو من 25 ل 30، ده كده اوفر ويت، ده هو لسه بادئ ان هو ايه يعلى عن الوزن الطبيعي. تمام، يبقى احنا كده هنحفظ 3 ارقام والباقي هنجيبهم سهلين. البودي ماس اندكس اللي هي اقل من 18.5 ده كده اندر ويت، مفيش وسط خالص. طيب احنا لما بنربع لا ده يبقى كده بنشغل حيز من فراغ كبير، يبقى ده كده ايه فيري اوبيز اكتر من 40. طيب الاوفر ويت اللي هو لسه بادئ ان هو يكبر، اللي هو ايه لما يبقى حاجه برضو ليها علاقه بالاربعه، بس مش اربعه لا ربع، عشان هو لسه مش تخين قوي، فايه من 25 ل 30. طيب طالما احنا عندنا الفيري اوبيز اكتر من 40، يبقى اكيد الاوبيز بس هو من 30 ل 40، صح منطقي، اكتر من 30 لحد 40 ده كده ايه بيبقى اوبيز. طيب قلنا خلاص الاوفر ويت من 25 ل 30. طيب احنا عرفنا ان الاندر ويت اقل من 18.5 والاوفر ويت من 25 ل 30، يبقى اكيد الهيلثي بقى او النورمال رينج ما بينهم 18.5 لحد اقل من 25 اللي هو 24.9. سهله ان شاء الله سهله. طيب الاوبيزيتي بقى بتتقسم لايه، لجريدز، جريد 1 وجريد 2 وجريد 3، ودي مهمه جدا، علشان انت لو حددت في الامتحان ان هو اوبيز او فيري اوبيز او كده وما حددتش هو جريد كام، فدي برضو ممكن ينقصوا عليها عادي جدا. تمام، هي سهلة خالص. احنا قلنا اول حاجة اللي هو بيبدأ يبقى تخين شوية اللي هو ايه من 25 اللي هو الربع، اللي هو ايه جريد 1 اوبيزيتي. طيب بعد كده قلنا ان هو ايه المرحلة اللي في النص اللي هو جريد 2، اللي هي من 30 ل 40، ما هياش اقل من 30، وفي نفس الوقت ايه مش اكتر من 40، عشان لو اكتر من 40 هتبقى ايه فيري اوبيز. فيري اوبيز اللي هو موربيد جريد 3 اوبيزيتي، موربيد يعني ايه ليها علاقة بالامراض، اللي هو الاوبيزيتي اللي بتعمل امراض. تمام، ان شاء الله يكون الموضوع سهل عشان هي مهمة. الصورة دي يعني ايه نفس الكلام اللي احنا قلناه ومتحدد بس على الصور.
مهمة، very very important. طيب نجيب السلايدز اللي فاتت تاني، يلا نعمل مراجعة سريعة خالص على اللي فات. قلنا أول حاجة، أول سؤال أنا جاوب عليه هو الـ nutritional assessment إحنا بنعملها ليه؟ why؟ قلنا إحنا بنعرف الـ nutritional assessment الشخص ده كويس ولا مش كويس. لو كويس مش هنعمل له حاجة، لو مش كويس يبقى هو يا إما at risk يا إما malnourished. طيب لو هو at risk أو malnourished ساعتها إحنا المفروض إيه؟ هنعرف منها إن هو ineffective، يعني قسنا الـ effectiveness بتاعت الـ nutritional programs. طيب لما عرفنا إن هي ineffective فإحنا المفروض بدورنا نعمل إيه؟ ندفلوب الـ healthcare programs. أدي أول حاجة. الحاجه اللي بعدها قلنا الميثودز بتاعت النيوتريشنال اسسمنت تنقسم الى دايركت وان دايركت. الدايركت بيتعامل مع الانديفيدوالز الاشخاص، والان دايركت بيتعامل مع الكوميونتي انديسز بيتعامل مع الكوميونتي بشكل عام. الدايركت قلنا سكناها في اي بي سي دي، الاي الانثروبومتريك ميثودز، البي بايوكيميكال او لابوراتوري ميثودز، ثالث حاجه الكلينيكال ميثودز، واخيرا الدايتري ايفالويشن ميثودز. طيب الاندايركت عندنا ثلاث حاجات، اول حاجه الايكولوجيكال فاريبلز من ضمنها الكروب برودكشن اللي هو انتاج المحاصيل، ثاني حاجه الايكونوميك فاكتورز اللي هي ايه العوامل الاقتصاديه زي البركابيتا انكم اللي هو دخل الفرد، والسوشيال هابتس اللي هي العادات المجتمعيه، واخيرا الفايتال هيلث انديسز اللي هي خاصه ايه الانفانت والاندر 5 مورتاليتي، وفيات بتاعه الاطفال الرضع والاطفال اللي اقل من 5 سنين، والفيرتيليتي اندكس اللي هو معدل الخصوبه. الانثروبومتريك ميثودز، قلنا الانثروبومتري هي عباره عن ان احنا بنقيس بادي هايت بادي وايت والبروبورشنز اللي ما بينهم. طيب قلنا ان هي حاجه اسينشال جدا، اسينشال كومبوننت جدا عشان نعرف نعمل كلينيكال اكزامينيشن، نقيم صحه الفرد دوت ونعرف ان هو كويس ولا لا. ليه الانفانت الاطفال الرضع، والتشيلدرن الاطفال الاكبر شويه، والبريجننت وومن اللي هم ايه الستات الحوامل. وقلنا ان هو بيستخدم في الايفالويشن بتاع الاندر ويت والاوفر نيوتريشن برضو. بعد كده شوية أمثلة قلنا إن احنا نعرفهم بعدين هنتكلم عنهم يعني. طيب أول حاجة الهايت، قلنا إن هو إيه عشان نقيس الهايت المفروض إن هو الشخص بيقف إريكت بير فوتد، مش بيبقى لابس حاجة في رجله، بيقف على استديومتر، وفي موفابل هيد بيس في القطعة بتاعة الرأس دي بتتحرك فوقه، وبنحطها بنعملها ليفلنج عند إيه السكال فولت اللي هو إيه غطاء السكال أو بداية السكال من فوق يعني، وساعتها بقى بنسجل الهايت. ماشي، قلنا الفرق بين الهايت واللينس اللي هو ايه ان اللينس بنقيس الطول وهو كده نايم، شايفين المقياس اللي تحته دوت المدرج، احنا اللي علينا بس ايه هو الصوره يعني، بس مجرد انك تعرف ان ده لينس. ومعلومه يعني خليها ليكم ان هو ايه ده بيبقى في الطفل اقل من سنتين. الويت ميجرمنت قلنا ان احنا بنقيسه عادي بالميزان فما فيهاش اي افتكاسه يعني، بس الريلاتيف ويت دي معلومه مهمه ان احنا نعرف ايه ان احنا بنقيسها ازاي، نحط البادي ويت بالكيلوجرام على الديزايربل ويت الوزن المثالي او اللي احنا عايزين نوصل له، وبعد كده نضرب الاوتبوت في 100، وقلنا ما ننساش ان احنا نضرب علشان نجيب النسبه المئويه. طيب الجروث مونيتورنج تشارت قلنا خلاص احنا هنعرف عنها اكتر في الاطفال، ودي بنستخدمها برضو عشان نتابع بيها الجروث بتاع الاطفال، هو ماشي كويس ولا لا، هو بيزيد ولا بيقل ولا لسه ثابت ولا ايه بالظبط. اتكلمنا عن ثلاث مصطلحات، اول مصطلح هو مصطلح الستانتنج، ثاني مصطلح الويستنج او لو ويت فور هايت، وثالث مصطلح هو الاندر ويت. قلنا الستانتنج ان هو ايه لو هايت فور ايج اللي هو طوله بالنسبه لسنه مش مناسب، هو اقصر من سنه. تمام، بيتسبب بايه؟ لونج تيرم، لونج تيرم دي مهمه جدا جدا، لونج تيرم انسفيشنت نيوتريشن اللي هو مش بيتغذى كويس بقاله فتره طويله، او ان هو عنده ايه فريكوينت انفكشن بيحصل له عدوى كتيره جدا. طيب وده غالبا بيحصل ايه في قبل سن سنتين وبيبقى irreversible. تمام غالبا يعني largely irreversible. تمام المصطلح التاني خلينا ندخل على الاندر ويت على طول علشان يعني ايه يسهل المقارنه ما بينهم، اللي هو ايه دوت نسبه الاطفال، النسبه المئويه للاطفال اللي هم عندهم لو ويت فور ايج اللي هم الوزن بتاعهم اقل من سنهم. يبقى احنا عندنا something low height for age والاندر ويت لو ويت فور ايج. عندنا بقى ايه مقارنه ما بين الويت والهايت اللي هو الويستنج، لو ويت فور هايت، لو ويت فور هايت. تمام علشان برضو ما تقولوش مثلا low height for weight، فهي هي هتجيب نفس المعنى عادي، بس low اخرها W هنبدأ ب weight اولها W برضو، وايه وده اسمه wasting فيها كلها W W W. تمام ماشي. قلنا ان هو strong predictor للمورتاليتي، بيتنبأ انه ممكن يحصل مورتاليتي لان هو الشخص بيبقى يعني معدوم العافية حرفيا.
وده بيبقى منتشر اكتر في الاطفال اللي هم اندر 5 تحت ال5 سنين. بودي ماس اندكس مهمه جدا. بنحسبها ازاي؟ بنحسبها من خلال ان احنا نقول الويت بالكيلوجرام على الهايت بالمتر تربيع، ما تنساش التربيع. وبعد كده قال ان هو في بعض الادله يعني قالت ان الهاي بي ام اي البودي ماس اندكس لو عالي يعني الاوبيزيتي ليفل بتاعته بتبقى اسوشيتد مع ايه؟ مع التايب 2 دايابيتس، ممكن يحصل معاه تايب 2 دايابيتس، ممكن كمان يبقى هاي ريسك ليه كارديو فاسكولار موربيديتي اند مورتاليتي، ممكن يموت بمرض القلب او ان هو يكون عنده مرض القلب اللي هو ايه الموربيديتي. تمام، انا المثال خلاص ماشي. طيب بما اننا قلنا بقى الجريد، فاحنا قلنا ايه هنجيبها ازاي؟ قلنا انه الاكتر من 40 يبقى ده كده اوبيز، فيري اوبيز اللي هو ايه جريد 3. طيب الاقل منه بقى اللي هو من 30 ل 40 يبقى ده كده اوبيز جريد 2 اللي هو ايه اوبيز بس مش فيري اوبيز. تمام، يبقى كده عرفنا ايه ان هو اوبيز جريد 2 عشان هو 35 مش اكتر من 40. بي ام اي كلاسيفيكيشن او البادي ماس اندكس كلاسيفيكيشن دوت كده بتاع ال WHO وقلنا ان هو مهم. طيب بنعرفه ازاي؟ قلنا البي ام اي لما يبقى اقل من 18.5 يبقى ده كده اندر ويت، لما يبقى اكتر من 40 يبقى ده كده فيري اوبيز، لما يبقى من 25 ل 30 اللي هو الربع يعني يبقى ده كده لسه بادئ ان هو يبقى تخين اللي هو اوفر ويت او جريد 1 اوبيزيتي، لسه في البدايه ممكن يتلحق. وقلنا طالما الاندر ويت اقل من 18.5 والاوفر ويت من 25 ل 30 يبقى اللي ما بينهم هو الهيلث ويت رينج اللي هو من 18.5 لحد 24.9. وقلنا طالما الفيري اوبيز اكتر من 40 يبقى الاوبيز الاقل درجه منه اللي هو ايه اكتر من 30 لحد 40 ده جريد 2 اوبيزيتي، اوفر ويت ده جريد 1 اوبيزيتي، 25 ل 30 جريد 2 من 30 ل 40 اللي هو اوبيز بس، والموربيد جريد 3 اوبيز اللي هو ايه الفيري اوبيز اكتر من 40. ندخل بقى على الجزء الثاني من المحاضرة. طيب هنكمل في جزء تاني علشان ما تزهقوش من طول الوقت.